مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه انا استضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بمس انسه صاحبه مطعم اثيوبيا الخضار. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك يا بنتي، نورتينا. شكرا. مس انسه، حابين نعرف اكتر عن حضرتك وامتى بداتي تاسيس اثيوبيا الخضار، مطعم اثيوبيا الخضار. مطعم اثيوبيا صار 14 سنة داخل الـ داخل دبي، سنة ونص تقريبا، سنة ونص. نعم، هذا برانش داخل دبي موجود. بس قبل كان في 14 سنة قبل، ايوه داخل العين 14 سنة. ما شاء الله. ايه، مس انسه، حابين نعرف انواع الاطباق اللي بتقدميها هنا في مطعم اثيوبيا الخضراء. نسوي اكلات تراديشنال فود مثل كابوس انجيرا من اثيوبيا يجي دائما. نعم. في من سمك نسوي، من دجاج نسوي، من كدروات نسوي. اكلات حلو. مس انسه، حابين نعرف ايه المميز بمطعم اثيوبيا الخضراء؟ مميز مثل ما قلت لك انجيرا. ثاني نعم. عندنا كتفو من فيجيتابل مثل ما قلت لك. نعم. عندنا هدول، بعدين في عندنا توصيل دليفري نون. نعم. بنوصل. حلو كتير. للبيت كله. نسوي مشان عرس، مشان العيد، مشان رمضان. نعم. مشان عزيم، مشان حفلة. ما شاء الله. مشان بيبي شاور، كل شيء إذا في طلبية نحن نسوي نجهز عادي. ما شاء الله، حلو كتير. مس انسه، مس انسه، حابين نعرف ونقول للسادة المشاهدين إزاي يقدروا يتواصلوا مع مطعم اثيوبيا الخضراء. داخل العين. نعم. داخل هيلي صناعية. نعم. مطعم الكدرة عندنا دليفري. داخل دبي في أبو هيل جنب كندا هوسبيتال. كندا هوسبيتال. عندنا في ويب سايت او هي في عندنا ويب، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، بس تيك توك. يكتبون اثيوبيا، يكتبون عندنا لوكيشن بعد داك الويب سايت. نعم. يكتبون اثيوبيان الكدرة. نعم. دبي برانش. نعم. ايه يسألوا اثيوبيان جرين ريستورانت دبي برانش. نعم. اذا يكتبوا بيسألوا. نعم. اوكي. بتشكرك كثير. شكرا لك مس انسه. شكرا لك. شكرا حبيبي. يلا مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه اليوم. تابعونا كل جمعه وسبت على قناه الاي بي سي، دمتم بخير وفي رعايه الله.